بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم قررت أنني أندير الرز البرياني. هذا الرز البرياني كان طقت عندي صاحبتي، وكنت دايره غير بحسابي أنا وولادي، وصراحة عجبها بزاف. واليوم إن شاء الله هي جاية عندي في العشية، فأنا قررت إن شاء الله نحط لها العشاء ديال الرز بالبرياني اللي هي كما بغاته. وكنت أنا درت ديك المرة غير بطريقة مبسطة جدا لوليداتي، ولكن دابا غنديرو بطريقة تفصيلية وبأصول ديالو ان شاء الله تعالى. طبعا هنا عندنا واحد 3 الكيلو ديال الخضع ديال الدجاج منقيين مصفيين مغسولين بالخل والحامض كما كتشوفوا. كما هكا درت الاكثر، يعني تيبغي الخضع ديال الدجاج، وانا قررت نشري الخضع. تقدروا ديروا دجاجه كما تبغيو وتقطعوها كما تبغيو، اللي متوفر عندكم ما كاينش مشكله اللي عندكم في الدار ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله اللي تنحتاجوا فيها، انا هنا درت نص كاس زيت روميه ونص كاس زيت ديال العود، زيت زيتون وخلطتهم مع بعضياتهم. تقدروا تكتفيو غير بالزيت الروميه ماشي بشرط، اوكي. بالنسبه للبصل كثروا البصله، هنا درت واحد ثلاثه ديال البصلات مقطعين مشلضين. نحط لكم نوريكم المقادير في الاول، وديك الساعه غادي نبدا معكم خطوه بخطوه المقادير الثانيه. هنا درت خرقوم عرق، الملح، بزار، حبة الهيل، معلقة ديال القرفة، القزبر يابس، ورق سيدنا موسى أو ورق الرانت، التوابل ديال البرياني. ولا مش متوفرة ماشي مشكلة، ديرو غير التوابل اللي وريتكم دابا، سكنجبير والقرنفل تا هو غادي نديروه إن شاء الله. أشنو؟ وطبعا الرز ديالنا هنا نقعناه في الماء واحد ربعة الكيسان. طبعا الرز اللي هو المزيان ماشي بسمتي، اللي رزه باش تجي كرصه مع اختها. وطبعا يوغرت ديال يعني ما فيه حتى شي منسم، ناتشورال يوغرت ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه للتوابل ديال البرياني، بالنسبه للناس اللي كتعيش في الخارج ما عرفتش متوفر في المغرب ولا لا، ها هما هما هادو تيكونوا رز بيت، تلقاهم في المحلات الباكستانيه وكتلقاو الداخل ديالهم فيهم جوج ديال الباكيطات كيما هكا. ما تقطعوا كديروا منهم غير شويه ماشي بزاف، كيكون فيهم هاد التوابل مطحونه، هاد التوابل تكون مطحونه. وهنا هذا حامض يابس، تيكون حامض من بسينو، وطبعا نص حامض نسيت ما قلتهاش لكم، نص حامض. وطبعا اكيد طبعا كل شيء على حسب المقادير. نبداو بسم الله في جميله، ما درتش جميله كبيره، انا درت كفيت غير بهذه، وانا كما كتكون عندكم كبيره ويكون واسع يكون احسن. غادي نحط الزيت ديالي، غادي الكاميرا سمحوا لي اوكي هكا باش تجي واضحه اوكي. وغادي نضيف الدجاج ديالي بسم الله حتى نبدا نقلي فيه، ما غنضيف حتى توابل حتى نقلي فيه حتى يمشي داك ينشف من داك الدم ديالو، عاد نضيف عليه البصله ونضيف عليه التوابل ان شاء الله. احنا غادي نديرو خطوه بخطوه. بالنسبه للتزيين نسيت ما قلتلكمش، بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري التزيين ديالكم. انا شنو درت، غادي ندير بطاطس مكعبات، راني كما كتشوفوا هكا راني قطعتها مكعبات، وغادي نقليها وغادي نزين بها الرز من يطيب. نقعد معكم خطوه بخطوه حتى يطيب. وشنو هو، ودابا تنسلق في اللوز، وغادي نقشرو ونحمرو كما كتشوفوا كما هكا. نرجع لكم بعد ما يتقلى الدجاج ديالي، نرجع لكم ان شاء الله نوريكم شنو كاين خطوه بخطوه. طبعا بعد ما تقلى الدجاج ديالنا غادي نضيف عليه البصل، ونضيف عليه التوابل اللي ذكرنا في اول البدايه كامله، الملح طبعا على حسب، ونعصر فيه نص حامضه
بس اي حاجه درت سيتي بس اي حاجه تشد تشد طنبا نخليه يتقلى عاود هذاك البصل حتى تدبال البصله ديالنا ونضيف عليها جوج معالق كبار ديال ناتشورال يوغرت زبادي والماء اللي غادي يطيب فيه الدجاج ديالنا كتشوفوا راه تقلى ولا كتشوفوا واحد الريحه عطات مع التوابل ما نعاود لكمش قرفه وسكين كبير هائله نخليه يتقلى مع هاد البصله ديالو واحد شويه ونضيف عليه الماء اللي غادي نغطيه والروز ديالي حطيته هنايا راه كيغلى غادي نسلقو نص سلقه ومن بعد ملي الدجاج ديالي غيطيب نصفيه من الماء ونزيدو عليه ونسد ندير بابي الومنيوم ونسد بالغطاء وان شاء الله كما قلت لكم غادي نقلي البطاطس ديالي واللوز حتى هو غادي نحمرو سلقته وفسختو وحتى شرائح بصل اختياريه اللي بغى يديرها هي كتزوقوها من الفوق تجي واحد الطبق شامل كلشي وهائل وكلشي تيبغيه ان شاء الله الطبق ديال اليوم يتمنى يعجبكم اعجابكم جربوها البنات نفس المقادير نفس راه كيجي رائع رائع جدا جدا ان شاء الله انا نخلي هذا ديالي يطيب والماء راني غليته غادي نزيدو عليه وغادي نسد ونخلي كلشي طاب نحاول نزيدو غير في الشناب ونضيف عليه واحد جوج معالق كبار ديال ناتشورال يوغورت الزبادي ونخليهم يطيبو مع بعضياتهم حتى يطيب الدجاج كامل اللي عندكم دابل كريم وكتبغوا ديك النسمه دابل ممكن تضيفوها ما كاينش مشكل والزبادي راه في غنى عنها جوج معالق كبار كما كتشوفوا وخليها يطيب كيعطي واحد الرطوبيه ما نعاود لكمش غادي نسد عليه ونخليه يغلى والروز ديالنا حتى هو راه تيغلى كما قلت لكم يطيب نص طيبه ونصفيه ونضيفو عليه بعد ما يطيب الدجاج ديالنا نرجع لكم من بعد ان شاء الله ها هو الروز تاعنا بعد ما وجد ذوقناها بالزبيب تاع عسلت ونسيت ما قلتهاش لكم واللوز درت له بطاطا كاغوات والبصل وهذا التبصيل ديالنا نتمنىكم تعجبكم لينا الاعجاب ديالكم وتجربوه تسمونيش دايما بسبسكرايب ولايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته